ان احنا زي ما قلنا الانسان صناعة الله، فالله هو صانعه، وصنعة تقف امام مهندسها الذي صنعها كل يوم 5 مرات، يبقى لا بد ان تكون على اوفى شيء من الضبط. 5 مرات امام صانعها. قلنا ان المهندس من البشر يصلح الآلة بشيء مادي يضعه فيها، ولكن الحق لانه غيب يصلح عبده الذي يقف بين يديه في لحظة القرب هذه بأمر غيبي أيضا، مش بعملية، لا بأمر غيب، فتخرج من مقام ربك وأنت لا تعلم كيف ارتحت، كيف تبددت همومك، كيف قويت طاقة إيمانك، كل هذه المسائل. إذن فالصلاة هي التي تشحن الإنسان علشان يقبل على الإيه؟ على التكاليف. ولذا كان الإسلام قد بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. نعم، نيجي نشوف الأركان دي. الأركان قد لا توجد إلا في بعض الناس، هي أركان الإسلام صحيح، إنما ما هيش أركان المسلم، لأن المسلم قد يكون فقيرا لا يزكي فيسقط عنه فرض الزكاة، والمسلم قد يكون مريضا أو مسافرا فلا يلي فيسقط عنه فرض الصوم، لا يصوم فيسقط عنه فرض الصوم، وقد لا يستطيع فيسقط عنه فرض الحج. إذن فهي أركان الإسلام ليست أركان المسلم، لأن المسلم قد يكتفى منه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة. إذن فالركن الأساسي الذي لا ينفك عن الإنسان أبدا هو الصلاة. ما دامت الصلاة لا تنفك عن الإنسان أبدا، قال لك ومع ذلك كونها لا تنفك على الإنسان حتى وهو في الحرم وهو مريض لا يستطيع أن يجلس، يقول لك يخطر أعمال الصلاة على قلبه، إذن فلا عذر لها في السقوط أبدا. أنت مطلوب منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة في حياتك، خلاص انتهت. وبعد ذلك قد تكون فكرك زي ما قلنا فلا تزكي، مريض وما تسمش، غير مستطيع فلا تحج، فما الذي بقي لك من أركان الإسلام؟ بتك الصلاة وهي الركن المكرر. ولذلك أدي معنى الصلاة عماد الدين، وإذا نظرت إليها وجدتها مع كونها التي لا تسقط ففيها كل أركان الإسلام، لأنك لا بد في الصلاة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا فالركن الأول مكرر فيها. وأيضا إيتاء الزكاة، ما هي الزكاة؟ الزكاة شيء من مالي أخرجه للمحتاج، إذا فأنت تضحي بشيء من مالك. المال في عرف الاقتصاد فرع العمل، المال في الإسلام فرع العمل، والعمل فرع الوقت، لأن ما دام عمل يعوز وقت، فكأنك ضحيت ببعض مالك الناتج من عملك الناتج من استغلال وقتك. والصلاة مش تأخذ من المال، تأخذ من الوقت اللي بيجي يعمل فيه العمل اللي بيجيب المال، فكأن الزكاة أخذت شيئا من المال اللي هو ناتج عن العمل، العمل الناتج عن الوقت، الصلاة خدت من الوقت نفسه من الأساس الأصيل. إذا لما يجي الواحد ياخد من 24 ساعة ساعة للصلاة، يبقى اقتطع جزءا من الوقت وجعله للصلاة، كما يقتطع جزء من المال. فإذا فالزكاة اقتطاع جزء من المال، والمال ناشئ عن العمل، والعمل عايز وقت، لا الصلاة بتقتطع من الوقت الأساسي، يبقى فيها زكاة بأهم من المال. واللي بيمنع الناس عن كثير من الصلاة يقول لك الوقت وتعطلني عن مصالحي، نقول له كما سمى الله نقصان الزكاة، نقصان المال من الزكاة، ما سماهش نقصان، سماها زكاة، سماها نماء، فيجب أن تستقبل أيضا الوقت الضائع عندك، ده اللي انت بتقول عليه ضائع، استقبالك للمال الناقص يخرج من مالك، فهو ينميه ويزيده ولا ينقصه. فكذلك الوقت إذا ضحيت منه ببعضه وجعلته لله وشحنت الشحنة، فإن البركة في بقية الوقت ستعوضك كل ما فات، كما أن الزكاة نماء والربا محق. وأيضا ففيها صوم، لأن ما هو الصوم؟ الإمساك عن شهوتي البطن والفرج نهار رمضان، لا أنا في الصلاة أمسك عن شهوتي البطن والفرج وعن الحركة وعن الكلام وعن 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 الله. إذن ففيها لون من الصيام، متعلقاته في المنع أوسع من متعلقات الإيه؟ من متعلقات الصيام. وأيضا ففيها حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأنك تستحضره
وأنت تصلي بيت الله فتتجه إليه وتتحرى إليه. إذن فلأنها الركن الوحيد إن جاءت فيه كل الأركان من شهادة أن لا إله إلا الله ومن الزكاة بشيء أقيم من المال بل بالوقت الذي يأتي بالمال، وبعد ذلك صمت فوق ما تصوم فيه عن رمضان، ومع ذلك استحضرت بيت ربك في كل وقت من الأوقات، فكأنك حججت بقلبك وإن عجزت عن أن تحج بقالبك.